بسم الله الرحمن الرحيم إخواني المشاهدين أخواتي المشاهدات أهلا بكم في حصة جديدة من حصة الطيبات من الرزق اليوم يعني جبنا خضرة من الخضروات كالعادة اليوم عندنا الكرفس أو الكرافس أو, ما أو السيلغي اللغة الفرنسية شوفوا الكرافس المعلوم إحنا معلوم عندنا اللهجه الجزائريه ما نقولولوش الكرفس نسميوها الكرافس مباشره الكرافس فنشوف وانا جالس يعني واقف واقف امام هذا الكرافس امام هذه النبته الرائعه وهي تبعث يعني في رائحه زكيه جدا رائحه عطره عطره يعني هذه نقول لكم كنصيحه لما تمشيو تشريو يعني تشريو الخضار ولا تشريو الفواكه ولا دوما حوسوا اذا كان شفتوا مثلا نبته ولا خضره ما فيهاش الرائحه تاعها رائحتها غير عطيره ما تشموهاش بعض الاحيان مثلا تشري التفاح تمشي تحكم حبه تفاح تشمها ما فيهاش الرائحه هذا بالنسبه للانسان اللي ما يكونش يعني يكون يشم عادي بطريقه عاديه فلهنا اذا ما صبتش فيها الريحه اعرف باللي هذا التفاعل الفاكهه وهذه الخضره اللي راح تديها فقيره مسكينه فقيره مفقره راك رايح تاكل تعمر الكريشه تاعك لكن الفائده تكون ضئيله جدا ماكش راح تستفاد منها لكن دوما من امشي وراء الالوان يعني اللون تشوف اللون ديالها يكون اللون الطبيعي تاع هذيك النبته اذا كان اللون تاعها مائل الاحمرار لازم تشوفها حمراء اذا كان اللون يعني لازم لها اللون الاخضر لازم لابد انها تكون خضراء ما تكونش متباله ما تكونش اللون ما تكونش ما يكونش هذه ماده الخضور يعني هذه هاد الماده هذه لا كلوروفيل اللي تمدلها اللون هذا ما تكونش ضئيله ما تكونش ضعيفه لان فيها الخير الكثير بالنسبه للرائحه علاش نركز على الرائحه الرائحه احنا سواء كانت فاكهه او خضره الرائحة دوما من مشجي تجي من مضادات الأكسدة المتواجدة في هذه النبتة وهذه الخضرة وهذه الفاكهة فلهنا نشوفوا ان هذا هذه الرائحه هذه الزكيه راهي قويه جدا ما تقدروش تصوروها يعني نتمتع بالشم تاعها يعني نتمتع بالشم تاعها اجد فيها متعه صراحه لقوتها ومنعشه فهذه الرائحه وهذا المواد هذه هي تلك مضاده الاكسده التي تحتويها هذه النبته او هذه الخضره نشوفوا الكرافز الكرافز للاسف الشديد كثير من الناس يعني تلاقيت بالكثير والكثير من الناس لما نتكلم لهم على الكرافس ما ياكلوهمش في بعض الاولياء ما يشريوش حتى الكرافز للدار لسنين عده متعدده الا اذا كان واحد مريض في البيت لازم له بويون ينسوب لازم له بويون لازم له حساء يروحوا يشريوا له حبيبات اللفت حبيبات الزروديه ورقه يعني ورقه نتاع كرافز ولا راس نتاع كرافز باش يعطيولو شويه زيترا ويعطيولو يديروا له البويون والا ما فيش يعني كرافز ما يدخلش البيت هو والكرات فالكرافز لو نمشي ونشوف الفوائد تاعو الجمة والعديدة والكثيرة يعني ربما من مفروض أن كل بيت إلا وكلا يعني يدخل الكرافز على الأقل مرة أو مرتين في الأسبوع على الأقل نقول على الأقل الكرافز واش عنده واش فيه يعني كمواد مضادات الأكسنة حنا كي نتكلموا على مضادات الاكسده يعني الخضره هذه فيها الخضره هذه فيها الفاكهه هذه فيها الفاكهه هذه فيها الجسم تاعنا محتاج الى ارمادة مجموعه كبيره من مضادات الاكسده فهاد مضادات الاكسده واش هي التي تشكل يعني تشكل شبه بين قوسين الجيش تاعنا الداخلي هي السلاح الرئيسي تاع الجهاز المناعي تاعنا هي الاسلحه المتطوره تاع الجهاز المناعي تاعنا كي نقولوا السلاح ونتكلموا على الجهاز المناعي تاعنا بمعنى ها يقوم هذا الجهاز هذا يقوم بمحاربه ماذا محاربه يعني نشوفوا سبحان الله يعني لو نشوفوا واش يصرف في الجسم تاعنا يعني ماشي غير نسجدوا الله سبحانه وتعالى فمعجزه تلو المعجزه يعني هناك مثلا شبه يعني تجسس مضاد للتجسس يعني تشوف يعني الأمر واش وش كاين في الجسم تاعنا هجوم دفاع اعاده هجوم يعني تشوف يعني فواش كاين في الجسم تاعنا الجهاز المناعي تاعنا تاعنا هذا كل مره يعطيك العجب العجاب وتكتشف يعني امور جديده فيه خارقة للعادة وهذا من خلق الله سبحانه وتعالى ومن صنع الله سبحانه وتعالى فنشوف أن الجهاز المناعي تاعنا لا له من هذا السلاح فنأخذ مثال بسيط جدا مثلا اللي هو بعبع العصر الآن اللي هو مرض السرطان مرض السرطان الآن ولا بعض الناس يمرضوا غير من الخوف منه يمرضوا بأمراض أخرى أمراض ربما تكون أخطر من مرض السرطان كبعض الأمراض المتعلقة بالقلب بعض الامراض يعني ديبريسيون ربما الانسان يعيش حاله انهيار عصبي هو ما يحش يعني ثم نصيب روحه يكبر يعني يقفز بعشر سنوات او اكثر وهو مسكين في ذلك الرعب في ذلك الخوف من هذا المرض هذا هذه المواد الاوليه مضادة الاكسده هي السلاح الرئيسي بالنسبه لجهاز المناعة تاعنا في محاربه السرطان، محاربه مسبب السرطان اللي هي المسبب الرئيسي اللي هي الشوارد الحره. الشوارد الحره هاد مضادات الاكسده هي اللي تقوم يعني ما تخليهاش ما تخليهاش تتكتل ما تخليهاش تنشط ما تخليهاش فتقضي عليها، تقضي عليها لنيوتراليزم يعني تتمكن منها تثبتها ما تخليهاش تنشط ما تخليهاش تشكل النواه الاولى نتاع السرطان فلهذا يعني نركزوا على هذه المواد الغنيه بهذه بمضادات الاكسده علاش نقولوا الكلام هذا لان هذا هو الدواء تاعنا الاول اذا احسننا اختيار الدواء تاعنا في الغذاء تاعنا ما نحتاجوش الى دواء اخر صراحة ما نحتاجوش عندنا الغذاء تاعنا وعندنا كذلك القلق القلق لابد 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 لازم نفهم حاجة لابد من إدارة القلق مهما كان بعض الناس عندهم مشاكل يعني قد البحر لكن يعوموا فيها ودوما أمل في الخروج من هذه المشاكل فيه البعض عندهم قيس غارقين فيها قيس مشاكل غارقين فيها علاش بسبب سوء الإدارة بسبب سوء إدارة هذه المشاكل وبسبب أيضا فيه شيء آخر بسبب الملفات المفتوحة اللي نعطيها أكثر من القيمة تاعنا نشوفوا هاد الكرافز اللي نحقروه ما فيه نسبة مرتفعة تتفوق من فيتامين سي تتفوق على البرتقال فاكهة البرتقال ما يقارب حوالي 190% بالمئة. ما يقارب 190% لهنا شريطة يعني نتكلموا نفتحوا قوس ان هذه المواد اللي انا نتكلم عليها مليح انها تكون عضويه تكون طبيعيه بطريقه طبيعيه ما تكونش يعني دمرت بالاسمده او يعني بعض المواد الكيميائيه خاصه المالين به الى اخره يعني يكون في حالته الطبيعيه نتكلموا على الحاجه تكون في حالها حالتها طبيعيه فهذا يتفوق على البرتقال من حيث احتوائه على فيتامين سي عنده كذلك بعض المواد ايضا اللي مثل المغنيسيوم 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 كذلك البوتاسيوم اجتماع المغنيسيوم والبوتاسيوم والنحاس ايضا والزنك ايضا هذه المواد لما تجتمع واش يحدث في الجسم تاعنا استرخاء للعضلات تقليل القلق انخفاض توتر يعني شوفوا ان هذا النبته هذه راهي يعني صيدليه في حد ذاتها بالنسبه يعني للقلق فهذه الاشياء كلها راح تخلينا نرتاح نرتاح بطريقه رائعه جدا ويحتوي كذلك على نسبه معتبره ايضا من الكالسيوم لهذا لما نتكلم على هذه النباتات اللي فيها نسبه معتبره من الكالسيوم مليح ان الناس اللي عندهم الحصى حصى الكلى خاصه الحصى الكلى مليح يشوفوا النوع تاع الحصى هذا اذا كان كالسيك يجتنبوا هذه المواد الغنيه بالكالسيوم لانها سوف تزيد الطينه بلة لكن الناس اللي ما عندهمش اللي ما عندهمش هذا المشكل هذا عليهم بهذه المواد ففيها الخير الكثير وفائده فائده كبيره جدا لا ننسى يعني ماده المنغنيز لا ننسى قلت النحاس المانيزيوم يعني خاصه البوتاسيوم فيه نسبه عاليه جدا فهذا يعني يعني نشوفوا الناس اللي اللي عندهم الضغط ايضا اللي عندهم الضغط لما يجتمع المغنيزيوم مع الزنك كذلك والنحاس كذلك مع البوتاسيوم شوف الناس اللي عندهم الضغط عندهم دواء تاع الضغط لما ياخذوا ياخذوا السالغي ياخذوا هذا الكرافس نشوفوا باللي الضغط راح ينخفض اكثر فلهذا الناس منيح ياكلوه ماشي حتى يمرضوا الضغط واللي عنده مثلا الضغط وما حبش يحبط له ما حبش يحبط له عنده الدواء وبعض الاحيان يصيب صعوبه باش يحبط له دائما مرتفع شويه فهذه المواد راح تساعد بقوه في عمليه يعني آه انخفاض الضغط عنده الشيء الاخر هذا مضر مضل البول يعني ويساعد بقوه في ازاله السموم، منقي رائع ايضا بالنسبه للكبد، يعني هذا نقدر نقولون حطوه الصديق وزميل المواد الاخرى المنقيه للكبد كالقرنون ولا الخرشف ولا فيه بعض ولا مثلا الملفوف ايضا فهذه تتماشى مع بعضها البعض وتكمل بعضها البعض لهنا بالنسبه اللي عندهم احتباس السوائل احتباس الماء في الجسم تاعهم منفخين فالكرافز يساعد قلت مضر يساعد في ازاله هذا الانتفاخ وهذه العمليه كمضر للبول ايضا يعني يريح القلب ايضا يخفض يخفض الضغط اضافه الى انه عنده قدره رائعه جدا في في يعني ارجاع التوازن للسكري في الدم يعني يقلل من ارتفاع السكري ويخليه يعني يتوازن لانه مفعل للكبد منقي للكبد وكي نقولوا منقي للكبد بمعنى مريح للبنكرياس مريح للبنكرياس كذلك بالنسبة للأشياء المفيدة بالنسبة للكرافز الإنسان اللي ياخذ هذه المواد بالنسبة للرجل الكرافز يعني يساعد بقوة في تحسين الخصوبة عنده الناس اللي عندهم مشكل على مستوى الخصوبة نقوله عندهم مشكل ماشي أي مشكل مثلا نقص الحيوانات المنوية مثلا ضعف الحركة يعني فيه تشوه تشوهات زايدة الكرا فصير حتنفعهم بالنسبة لفيتاليتي يعني الحياة نتاع الحيوانات المنوية فالكرافز يعني لما ناخذوه لما ناخذوه شريطة أننا نفتح قوس واش ناخذوا مع الكرافز؟ ماشي الكرافز نقولوا فيه منفعه ونفسدوه باشياء اخرى، لا، الحميه دائما او الغذاء دائما باش تكون المنفعه يكون كامل متكامل، صحي كامل او غير صحي كامل. ما كاش يعني الترقع من اما نمشي ونحب ناخذ حاجه صحيه وفائده كبيره جدا فناخذ الغذاء تاعنا كامل متكامل صحي هكذا تكون منفعه كبيره جدا فبالنسبة بالنسبه يعني الكرافز ايضا يمد لنا قلت ارماده من الاملاح المعدنيه كذلك فيه بعض الفيتامينات مثل فيتامين ك فيتامين او ما فيتامين او فيتامين سي فيه حمض الفوليك ايضا فيه نسبه معتبره من حمض الفوليك فيه نسبه معتبره من حمض الفوليك واللي هنا بالنسبه هنا للاطفال نفتح قوس بالنسبه ما ننساوش بالنسبه للاطفال مثلا الرضع ولا مليح انه لانه مضر قوي اجل الله يقدركم فمليح ان الاطفال ما نعطيوهمش الكرافص نخليهم على الاقل نبداو نعطيو ست سنوات فما فوق لكن اذا درنا لهم وريقه ولا اثنين يعني حاجه خفيفه ف هنيئا ما يعني نقدموا لهم لكن الاكثر من الكرافس بطريقه يعني بعض الاحيان الكرافس هي فايده الام تمشي يوميا كرافس سبعه على سبعه كرافس 30 30 يوم في الشهر يعني 30 اكله فيها كرافس لا بالنسبه للرضع قلت خاصه الرضع نجنبوا لهم الكرافس ما نعطيهمش الكرافس فهو يعني ممكن يدير لهم ديزيدراتاسيون فجو الله يخطر لكم فيه ربما الام ما تفيقش ما تعودش الماء فيقدر يكون هذا المشكل وبالنسبة لهذه النبتة فهي رائعة جدا وإن شاء الله تكون في البيوت نتاعنا بطريقة يعني دايمة وعلى الأقل قلت مرتين أو ثلاثة نتاع حسب الأكلة اللي تحتاج يعني تمشي معها الكرافس فالكرافس لابد منه ولا ننسى شيء آخر أن الألياف نتاعو من الالياف الغير قابله للذوبان فلما ناكلوا الكرافس سوف تاخذ يعني تاخذ تاخذ فوليوم تاخذ حجم تنتفخ فتخلينا نشعر يعني بالشبع تقطع لنا الشهيه فهي مفيده ايضا للتنحيف وكذلك طارده يعني مخفضه كذلك للكوليسترول ماده الكوليسترول لو موفي كوليسترول فهنيئا لكم هذه النبته وهذه هذا النوع من الخضر ان شاء الله نستعملوه بطريقة دائمة ونشوفكم ان شاء الله في حصه اخرى ان شاء الله كنت تنتفعوا معنا والسلام عليكم ورحمه الله تعالى